قشطة. بص بقى، سخنة سخنة نار، كنافة، صينية كنافة بكريمة القشطة، بالكريمة أو القشطة الكدابة. بالهنا والشفا بقى، تستاهل بقكم. بالهنا والشفا اللي ياكم، اتفضلوا بقى بالهنا والشفا. الله، بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ كل سنة وانتم طيبين يا رب، وبخير وبصحة وسلامة، جعلها سنة سعيدة علينا يا رب. هنعمل مع بعض بقى النهاردة كنافة. جو برد بقى وعايزين حاجة تدفينا كده. هنعمل مع بعض الكنافة. معايا نص كيلو كنافة قطعت اهوت، ومعايا نص كيلو لبن، كوباية سكر، 3 معالق نشا، وشربات الكنافة. الشربات انا عملته اهوت عشان هيبرد، عشان هعمل بيه الكنافة اما تستوي اسقيه بالكنافة. وعندي 2 كوباية سمنة، سمنة على زيت، زبدة، اللي موجود عندي، بس سخناها وسيحها على النار. بسم الله الرحمن الرحيم. هنجيب الكنافة بقى ونقطعها قطع صغيرة قوي، وإما تحطها يوم في الفريزر فتتجمد وتفرفتها وهي متجمدة، لما تقطع قطع صغيرة خالص تجيب الخلاط وتقطعها فيها. زي ما انا مقطعاها كده، المهم انك تقطعها قطع صغيره كده او تحطها يوم في التلاجة فهتتجمد، فهيبقى سهل انك تفرفتيه. ماشي، احنا مش عايزينها متشابكه كده. اتفرفتت ازاي؟ شايفين كده اتفرفتت كده بقت ناعمة. بص بقى، بص بقى معايا، المهم نوصل للنتيجة دي. تفرفتها بقى لما تتجمد في الفريزر، تقطعها قطع بايديكي، تفرمها في الخلاط. عايزينها ايه؟ مفرومة كده، قطع ناعمة كده. نص كيلو لبن نحطه على النار لغاية ما يغلي. أما يغلي هقلب 3 معالق النشا، هقلبهم في 1/4 كوباية مية وهضيفهم عليه. لما تتقل زي يبقى زي القشطة كده، هوريها لكم دلوقتي. اللبن بيغلي اهوت، قلبت 3 معالق النشا في 3 معالق مية وهضيفهم على اللبن. انا هقلب النشا في ميه بارده، يعني في ميه ساقعه، واحطها على اللبن. هي دي بقى الكريمه. بسم الله الرحمن الرحيم. هنحشي بقى الكنافه، نقلب بقى لما تتقل بقى وقوامها هيبقى، نقلب بقى بسرعه قوامها هيبقى كريمي. بسم الله الرحمن الرحيم. شايفين القوام ده؟ بس تقريبا بسرعة، نضرب سكر، معلقة شوكة، أي حاجة.
تبقى عامله زي القشطه كده، كورنا زي القشطه اهي فين. بس اقطع لها بقى واحط لها ورقه فانيليا، شويه فانيليا. طب تقليلي برضك ايدك معاها في التقليب على طول عشان ما تكلكعش منك وما تتكتلش، ما تعملش الكتل. نقلبها برضو اهو، ما تبردش عليها. كريمة بقى او القشطة الكرداشة ده اللي هنحشي بقى كنافة. يلا هنيجي على الكنافة بقى اهي، على نص كيلو اهو، هنقسمه نص اهو، نص نص، عشان النص ده هنحطه في الصينيه، نحط النص الثاني والحشوه هتبقى في النص. الشربات بقى بتاع الكنافه عملت اهوت عشان يبرد معاه، عشان يبقى بارد والكنافه هتبقى سخنه. حطيت ايه، كوبايتين سكر وكوبايتين ميه. شربات الكنافه بيبقى تقيل، كوبايتين سكر وكوبايتين ميه، زي شربات البلح الشام، الزلابيه. ولما يغلوا غلوتين على النار حطيت عود قرفه وحطيت عصرة ليمون، شقة ليمون. بس ركنت ورا. انا هنا بقى هقلب السكر مع شوية مع معلقتين زبدة، هقلب السكر مع الزبدة وارش الكنافة السكر والسمنة واقلب. سمنة وسكر وقليل في الصينية. كنافة بتاخد سمنة وسكر، شوية حلوين محترمين كده، تاخد سمنة وسكر. كنافة يعني سمنة وسكر. دهنا بقى الصينية اهي. عايزة تحط زيت على سمنة حد اختيار، عايزة أي نوع سمنة أنت عايزة تفضلي حطيه. هنحط بقى الكنافة، بسم الله الرحمن الرحيم. فرنها اهي. تسوي كويس عشان هي دي اللي هتشيل الحشوة. كريمة بقت اهي، ما تحطهاش على الكنافة الا لما تبرد عشان ما تبينش الكنافه معاكي بصي ما تبرد. حطيت على الكريمه ديت معلقتين سكر، حليتها بمعلقتين سكر، وديت يعني خطوه اختياري، ممكن تحطها من غير سكر يعني حسب الرغبه. يعني احنا على الكنافه بتحطها سكر والشربات سكر. صبها بقى في وسط الصينيه، قلبت دي برضو بالسمنه وشويه السكر ومعلقتين سكر، تقلبها كلها مع بعضها. بس الطبق مش هيبقى مش واخد الكنافه معايا. بسم الله الرحمن الرحيم. هنزل بقى بالكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما وديش عند الاطراف. خلي بالك عشان الاطراف. الكنافة. بسم الله الرحمن الرحيم. الطبقة التانية بقى، وما اضغطش قوي عشان مش عايزاها تروح عند الاطراف. بسم الله الرحمن الرحيم.
في الوش اهوت، اسقيها بالسمنه. بدخلها بقى الفرن، دخلها بقى الفرن، هطلعها بقى من الفرن. بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله عليه وسلم. نجيبها هنا، استنى نجيبها هنا، بسم الله الرحمن الرحيم. نسقى الشربات، بسم الله الرحمن الرحيم. هنزل بقى بالشربات عليها وهي لسه طالعه من الفرن، بسم الله الرحمن الرحيم. سمان الطشة دي، سمان الطشة، بسم الله الرحمن الرحيم. هي هتشرب الشربات اصلا كلهم. عود عود القرفة. الله ريحتها طالعة جميلة، اللهم صل على النبي. بسم الله ما شاء الله. لو الوصفة بتاعتي بقى عجبتكم ما تنسوش بقى تعملوا لايك وشير واشتراك للقناة. شايفين بقى يا حبايبي بالهنا والشفا.